Aussi de sur des clés les chaînes à vous connaître d'autres gens qui d'ailleurs finalement après nous sommes allés respecter les bonnes rumeurs à propos de فورنوم أزارو النخابسات كل المنافسة شديدة وفي حالة قلادة هانوما فإن القرد يستخدم الفكين واليدين والعضلات للفوز في ضواحي جودبور في راجستان تعيش مجموعات القردة على فضلات الطعام التي يرميها السكان المحليون لكن ومع تزايد أعدادها طوال الوقت تتصارع المجموعات على السيطرة على المناطق والطعام تريد الجديدة منها احتلال مناطق القردة الساكنة فيها بالقوة الذكر المهيمن والزوجات والصغار إن خسرت المعركة ستجد القردة المقيمة صعوبة في العثور على ما يكفي من طعام لإبقاء صغارها على قيد الحياة لذا ستناضل من أجل كل شيء بدأت المعركة باستفزاز القردة المتطفلة للمقيمة في لعبة مضايقة مزعجة ومن ثم ينزل الذكر المهيمن الغازي إلى الساحة وبوزن 18 كيلوغراما تعد ذكور قردة هانوما أكبر من الإناث وأسلحتها أكبر أيضا ويمكن لأنيابها بطول سنتيمترين ونصف سنتيمتر أن تخترق جمجمة قرد صغير استولى الذكر المهيمن على الأرض لصالح القردة الجديدة تشكل الإناث خط جبهة للدفاع عن الحيوانات المقيمة إنها تملك ميزة السكن واستعر القتال ليصبح حربا شاملة هاجمت الحيوانات الدخيلة لكن المقيمة تحفظ المكان وشكلت في النهاية فريقا واتجهت نحو الغزاة كانت طريقتها تتلخص في تفريق الأفراد والانقضاض عليها لإطعام الذكر المهيمن هذه مغامرة كبرى لأن الأمهات كانت في مهمة حياة أو موت ربما كان الذكر المهيمن أكبر لكنه لا يقاتل مع قبيلته في وحدة متناسقة وبروح الفريق اخترقت الحيوانات المقيمة خطوط العدو فاز العمل الجماعي بهذا اليوم وتم طرد المتطفلة من المنطقة لكن ومع ازدياد أعداد القردة ستزداد المنافسة أكثر على الطعام أبو يقولين ضد جونكي ضيب في ناوي أقوم أنو شبعني ريسبكتي بابن الروم من عرق حبادين خورنوم أزارو النقحة بسيس خورنوم أغمي تابوش أزارو النقحة بخورنوم